سيد يقول الحكم على أفراد الناس المجهولين في الدول العربية التي لا تحكم الشريعة، هل يتم استصحاب أصل الإسلام في كل من يقابله من الناس في هذه البلاد أم الكفر حتى لو كان شخصا مجهولا بالنسبة له ولم تسنح له الفرصة أن يراه يقوم بشعائر الإسلام؟ ألمح ملامح الغلو في التكفير في هذا السؤال، وأنت تجدد بهذا مقولات جماعات التكفير والهجرة والتوقف في السبعينات. الأصل استصحاب حكم الإسلام لمن يعيش في بلاد المسلمين حتى يظهر لك خلاف ذلك، وحتى يظهر لك خلاف ذلك واحذر من دعاة التكفير والتوقف، فهم يجددون في الأمة مقولات الخوارج وبدعة التوقف في المجتمعات الإسلامية في الحكم على أحد أفرادها بالإسلام بدعة ترجع في تاريخها إلى الأخنسية الثعالبة إحدى فرق الخوارج.